السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، تبارك الله عليكم. كنتمنى إن شاء الله تكونوا مزيانين الإخوان. اليوم غادي نشوف واحد فاطمة كتواجد في الإمارات اللي كاينين قبل تمرجان، اللي كاين في الطريق ديال الرباط. نحاولوا نعطيكم جميع المعلومات وجميع التفاصيل. ثم عليكم إلا باشتراك في القناة وفعل الجرس باش أي فيديو إن شاء الله غادي يوصل لكم الإخوان. وحاولوا بحال اللي كنقول لكم دائما، حاولوا تبارطاجوا الفيديوهات مع جميع الأحباب ديالكم باش إن شاء الله كلشي غادي يستافد. بالنسبة لهاد البارتمان هادي الإخوان، كتواجد كما قلت لكم في العمارات اللي كاينين حدا مرجان. الموقع اللي هو زوين، الموقع اللي هو كلشي كيسول عليه، هنا تقريبا جميع المرافق العمومية نتوما عارفين ديجا ديال مرجان كاين، كلشي كيتواجد في ديك المنطقة هادي، ديجا ديال ملعب كرة، ديجا ديال مرجان، ديجا ديال المهم كاينين جميع المسائل اللي كيحتاج الإنسان في ديك السيكتور ديال مرجان. بالنسبة لهاد البارتمان هادي كما كتشوفوا، نحاول نصور لكم الدخله ديال العماره. كما كتشوفوا بالنسبه للدخله تبارك الله كبيره، وهنا العماره الصراحه بالسانديك ديالها وبالعساس ديال العماره وكلشي مقيمين بالواجب ديالهم. هنا كما كتشوفوا العماره عندها الاسانسور، كتواجد في الطبقه الثالثه، والمساحه ديالها تبارك الله كبيره، المساحه ديالها راه 117 ديال المتر. كما كتشوفوا كنحاول نصور لكم الدخله والخارجه ديال العماره، لان هي اهم حاجه هو تكون الدخل ديال العماره تكون نقيه وتكون كبيره. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في الباب ديال الشقه. بالنسبه للعماره كاين الدروج وكاين الاسانسور، كما بغيتي انت حر مع راسك، باغي تطلع في الدروج ولا باغي تطلع في الاسانسور، داكشي كتبقى انت حر مع راسك. كما كتشوفوا الاخوان بالنسبه للشقه، كتواجد في الموقع اللي هو زوين، اللي هو كلشي كيتمناه. نتوما كتعرفوا المنطقه ديال مرجان كلشي قريب، كلشي قريب، كلشي قريب قريب ليلو. ان الشقه جات فواحد البلاصه اللي هي زوينه. بزاف ديال الاخوان كيسولوا على بارتمان اللي كيتواجدوا في المنطقه ديال مسنانه او لا مرجان او الاسواق السلام او لا. بزاف ديال الاخوان كل واحد شنو هو المطلوب ديالو، وحنايا ملي كتكون شي حاجه واجده راه كنحاولوا نحطوها لكم، وانتم كيبقى القرار ديالكم الاخوان. اللي عجبته شي حاجه يتواصل، حنا موجودين عبر الواتساب. كما كتعرفوا الواتساب ديالي ديما كنزلوا 06 62 63 13 68. كما كتشوفوا الاخوان بالنسبه للشقه تبارك الله راه كبيره، راه فيها 117 ديال المتر، 117 ديال المتر، راه ماشي سهله. كما كتشوفوا تبارك الله ملي كتدخل الباب ديال الفصيل كتجبر الصالون قبل الباب ديال الفصيل، الصالون كبير ومتسع، وهي كتطلل على الجردن. عندها الداخله كتدخل من الشارع، ولكن عندها الواجهه كتشوف على الجردن تبارك الله، الجردن كبيره. هذه انتم غادي تشوفوها الصراحه، كاين اتساع، اتساع الجردن، انتم كتطلع على الجردن هذه. وهنا الصراحه الكالم وبلاصه نقيه تبارك الله، بلاصه نقيه، هنا راه كلشي ساكن. بالنسبه للشقه هذه، الشقه راه ماشي ساكنه الاخوان، راه خاويه. انتوما كتعرفوا الحاجه ملي كتكون خاويه غير كتكون شويه انسان بعدا يدور بها شويه بالسباغه وداكشي، لان كانت ساكنه من بعد انسان خواها وبقات خاويه هذه واحد المده. كما كتعرفوا الشقه تبارك الله كبيره، كما شفتوا الصالون وفيها الحمام، فيها كوزينه كبيره. غادي نحاولوا نشوفوا الكوزينه كما كتشوفوا معايا، انتم الاخوان بالنسبه للكوزينه، الكوزينه راه مزلجه كامله والبلاكاريز ديالها، عندها الماريو في الحائط وعندها الباركو كتطلل على الباتيو. كما كتشوفوا باركو كبير تبارك الله. بالنسبه للعماره، العماره جات مشمشه ومهويه مزيان. حنا كنجيبو لكم الحاضر، ما كنزيدو ما كننقصو في اي حاجه، لا في التصوير ولا في المعلومات. الا نسينا شي حاجه هذيك راه ضروري، راه الانسان راه ماشي ضروري الانسان يقدر ينسى شي حاجه شي معلومه، ولكن ملي كنوقفو على الصحراء كلشي كيبان. كما كتشوفو بالنسبه للكوزينه بالمرمو ديالها والبلاكاريز ديال، كما كتشوفو كلشي تبارك الله جديد.
كنحاولوا نصور لكم داك الشيء واضح باش تكون الامور ان شاء الله مزيانه، لان انتم كتعرفوا الناس اللي كيكونوا بعادين راه كيحاولوا يشريو غير في عبر اليوتيوب، باش الانسان الا جا يشوف يعرف على شي يجي. وفيها جوج ديال البيوت راه كبارين، لان داروا فيها جوج ديال البيوت ولكن راه كبارين تبارك الله، والصالون كبير والحمام كبير، كوزينه كبيره عاوتاني كما كتشوفوا. شوف تبارك الله البيت، اللي بغى الاخوان مرحبا به. هذه راها محفظه كدوز على يد النوطير، الناس اللي كيسولوا على التحفيظ بجميع الاوراق القانونيه ديالها. وبالنسبه للثمن ديال الاخوان، الثمن ديالها 10500 درهم للمتر، 10500 درهم للمتر. واللي بغاها المساحه ديالها 117 ديال المتر، يعني هادو كيتباعوا بالمترو. اللي بغاها الاخوان مرحبا به، يدير عمليه حسابيه وشوف راسو واش غادي تسلكلو ولا ما غاديش تسلكلو، وتوكل على الله يجي يتلاقى مع مولاها، والا تفهموا الله يجيب التيسير. هادشي اللي غنقول لك انا، حنا كنحاولوا غير كنحاولوا نصوروا النوع ديال العقار، كننزلوا في اليوتيوب وكنقولوا الثمن اللي كيقول لنا مول ديال العقار، من بعد حنا كنلاقيوهم وكيتفاهموا بيناتهم. هادشي اللي كان الاخوان، حنا ما كنزيدو ما كننقصو من عندنا حنايا. هادشي اللي كان، الا عجبتك بارتما وعجبك الموقع ان شاء الله غادي يعجبكم الموقع، لان موقع مزيون هنايا ومساحه كبيره تبارك الله، ماشي هي ديك المساحه اللي كتكون صغيره، لان 117 متر راه ماشي سهله. هادشي اللي كان الاخوان، كما كتشوفوا هذا البيت هذا حتى هو راه عنده الحمام وعنده فيه اللابابو، كما كتشوفوا راه فيها جوج الحمامات. كما كتشوفوا الاخوان بالنسبه لهذا البيت هذا، كما كتشوفوا عنده الباكو كيطلع على الجرده وتبارك الله على منظر. بلاصه زوينه هنايا فين كيلعبوا العو صغار، كما كتشوفوا من بعد غادي نحاول نصور لكم الخرجه ديالها والشارع باش الانسان يشوف المحيط ديالها. انا ما كنبغيش نصور لكم غير بارتما من داخل وصافي، لان غادي نمشي نبدا التصوير من الباب ديال 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 البارتما وغادي نصور لكم غير من داخل وصافي، ولكن لا كنبغي نصور لكم كلشي الاخوان. بقاو معنا كما كتشوفوا، هذا هو الشارع اللي كيتواجد قبل مرجان، ها مرجان قبلتنا. غادي نحاول نزوميه دابا، والعماره عندها الداخله من هنايا وقريبه، ها مرجان الاخوان كاين توا الشتاء ديال الباب، هذا هو مرجان كما كتشوفوا، والعمارة هي هادي، كاينة غير فواحد الداخلة هنايا، أصلا هادو عمارة وحدة، شركة وحدة هادي، وبارتما كتواجد غير هنايا يا الإخوان قريبة شوية، هي ماشي كطلع للشارع، كطلع للداخل، ولكن قريبة. هادشي اللي كان الإخوان، وشكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم. انتما كتشوفوا حنا كنقولوا الجدد ديالنا ملي كتبغي شي حاجه كنحاولوا نمشيو نزورو عين المكان وكنصورو باش انتما تكونوا على خاطر ديالكم. ديما كنقول لكم الاخوان اللي عنده شي حاجه باغي يبيعها يتواصل معايا، اي نوع ديال العقار حنا كندير الاسباب والكمال على الله. هادشي اللي كان الاخوان، كما كتشوفوا انا حاولت نصور لكم هاد اللقطه اللي خارجه، هذه هي القنطره ديال مرجان كما كتشوفوا. حنا غادي نشوف بروتريك ديال اهلاك، هذا هو روبا ديال مرجان، وحنا دابا شبرنا الطريق ديال الاهلان اللي كيمشي اتجاه بير شيفا، لان يعني هذه هي الطريق ديالي وكتخرج حتى للعوامه.